الصنفرة دي. دي مثلا حاجة ملفوفة صنفرة كبيرة وهكذا. مش عايزة دكتور. أهلا زهرة رشيد راغب مجلة. أنا خريج فنون جميلة الزمالك 70 1970 قسم تصوير وديكور مسرح. فمادة ديكور المسرح دي كنا بندرسها، كان من ضمن الحاجات بتاعتنا ان نعمل مكتة للمسرح كله، وكان في كراسي ترابيزات الخلفية مثلا اذا كان في اوضة اذا كان في جنينة اذا كان ده كله كنا بنعمله. فمن ساعتها بس كنا بنعمل حاجات بسيطة بالكرتون وحاجات خفافة. بعد كده لما جيت واشتغلت في الكرنك في الآثار، في واحد مدير فرنساوي مدير مركز مصر الفرنسي في الكرنك، كنت أقعد معاه كتير وكنا نحب الآثار، فهو مهندس. فجي في مرة قال لي أنت متخيل الكرنك لما كان كامل كان شكله إيه؟ قلت له والله يا ريت. قال لي ليه؟ لأن قبل ما يعملوا مشروع صوت وضوء هنا قبل ما يتعمل خالص كنت أروح بالليل، يا إما كان معايا ناي أو ساعات كمان كنت أقعد جنب البحيرة المقدسة ودنت كان بالناي أو بالكمانجو ويجوا معايا شوية أصحابي كزيارات عالي ولا بالليل ما كانش في زيارات ولا حاجة، بس أنا عشان شغال في الآثار كان بيسمعوني في المغرب كده أروح أقعد في المعبد يعني. في زيارات لسه كانت صوت الضوء ما كانش العمل. بس قلت له وهو مرة شافني تحت يعني قلت له والله يا ريت، قال لي تعرف تعمل مكتات؟ قلت له ايه. قال لي طيب انا هعمل رسوم والسكاشن وانت تعمل. قلت له ماشي. ابتدى معايا بس ايه ما فهمتش انا، قلت له لا في الرسم والسكاشن ورفع معماري ابقى معاك عشان ابقى فاهم الحكايه. ماشي. جيت انزل معاه المعبد الحيطه دي مثلا كان ارتفاعها قد ايه؟ إذا كانت نصها مهدود مثلا لو كان في جنب منها عمود أنا أعرف ارتفاعها قد إيه. فهمني بقى هو راجل مهندس، ابتدى يفهمني العمود فوق منه حجر كده واسمه المخدة، بعد كده بيجي السقف يبقى الحيطة ارتفاعها كذا وبتاع. ابتديت أفهم معاه الشغل، ابتديت أشترك معاه في الرفع والرسم المعماري ورسم السكاشن وبتاع. ابتديت أعمل الماكيت. كان متابعني طبعا هو، وبعدين عملته من ايه؟ يا ريت كان الخشب ده كنت اعرفه. خشب زان. ليه خشب زان؟ عشان لونه زي لون الحجر الرملي بتاع المعبد. فكنت خشب الزان ناشف جدا جدا جدا. فابتديت فيه. هو اطمن بقى. خلص العقد بتاعه وجاي ماشي. مشي. انا كنت مخلص يعني تقريبا نص المعبد. قال لي اه. قلت له قال لي طيب انا علمتك كل حاجه، ارفع انت معماري بقى وكمل. وفعلا الحمد لله اطرف او عامل سكاشن وبتاع مش عارف ايه، عملت الماكيت دوت معبد الكرنك كما لو كان كامل مفيش حاجه محدوده فيه. بس يعني اللي كنت ما اتاكدش من ارتفاعه كان قد ايه كنت بعمله زي ما هو دلوقتي. انما اغلب البتاع يعني 80% 90% الماكيت دوت اللي في مركز الزوار هناك ده يعني اكيد كان شكله كده، مش تخيل يعني، اكيد ده كان شكله كده وكان ارتفاعاته كده وكان عرضه كده. المدير اللي جه بعد منه دكتور مهندس واسبي مهندس بولارشيه فرانسوا لارشيه، ده بقى كان يعمل ايه؟ بنى شوية حاجات في الكرنك على بناء. كان يموت في الحاجة دي، لم الحجارة اللي في المعبد وبتاع دي ومع بعض بقى. أنا كنت معاه بقى بتصور الصور وبتاع، نحطه بقى ده الحجر ده فوق ده الحجر ده جنب ده بتاع مش عارف، كنا إيه نركب حاجات. فكان يعمل فبنى شوية حاجات في الكرنك هي. من ضمنهم مثلا المقصورة الحمراء بتاعت الملكة حتشبسوت اللي هي في المتحف المفتوح في معبد الكرنك أول ما تدخلوا على الشمال كده. ف
فاول ما يجي يتعرف عليه هو كان شغال معانا من قبل ما يمشي للمدير الاولاني ده، هو كان مهندس عادي بعد كده بقى هو المدير. فبقى اتلفاني ده على طول بيت معاه في رفع المعمار وندور، قال الحجاره بتاعه فلان ادي كان المفروض كان هنا، نحفر في حته كده نشوف الاساسات دي ايه كانت الاساسات ومين اللي كان عامل الاساسات هنا، يبقى المبنى ده كان هنا، يبقى الحجاره دي كان مبناها هنا. ابتدى عمل المعبد كله من اول بدايه الدوله الحديثه، يعني من اول حجر اتحط في الكرنك لغايه دلوقتي او لغايه العصر اليوناني الروماني. كل ده في السبعينات عملها وعمل خرائط ملونه، اول حاجه اتبنت في الكرنك كذا، ثاني حاجه، ثالث حاجه، لو ملك واحد اول حاجه بناها كذا كذا، ثاني حاجه بناها كذا، ثالث مره بنا كذا، وهكذا، وخرائط ملونه ومعاها اداني نسخه منها والحجاره بتاعت الحاجه دي فين. المهم عملنا له ايه؟ عملت له ماكيت الكرنك كله تقريبا من اول ما اول حجر اتبنى فيه لغايه اليوناني الروماني. ماكيت وكملته معاه امتى؟ بعد ما عقده خلص. فكان يجيني البيت وانا كنت طلعت معاش، كان يجي لي البيت على الرسوم اللي كان مدهاني، كنت اعمل له الماكيتات وبتاعه وياخدها معاه هو فرنسا. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، المنصوره الحمراء بتاعت حتشبسوت محدش عارف مكانها كان فين، هي طلعت الحجاره بتاعتها مترميه كده، مكانها الاصلي كان فين. انا عملت لها ماكيت بعد يعني الشهر الجاي يمكن انزله على الفيسبوك، مكانها الاصلي كان فين، في وسط ايه، في مباني حتشبسوت في الكرنك، هي كانت فيه في وسطها، دي عملت لها ماكيت ومجهزها. مثلا بهو العامله ده قبل ما يتعمل لغاية ربعه كان في تحطمس الرابع كان عامل بهو أعمدة، واصل لغاية ربع المكان بتاع بهو الأعمدة الحالي ده طبعا اتهد وحجارته اترمت في المعبد وبنوا بهو الأعمدة الحالي. تمام، الحجارة دي أنا في المكان الأولاني بتاعي عملت أربع عمدان مربعة كانوا قدام البلون الرابع. لما جه لك شيء قال لي حكايه الاربع عمدان دول مش داخلين دماغي، بينا نحفر في القدام ممكن اهو في الجنب، ودخلنا باهو الاعمده حفرنا في الاساسات بالراحه، لقينا العمدان المربعه اللي كان فيه باهو اعمده في المنطقه دي، ابتدى يلم الحجاره بتاعته كلها من المعبد كانت متنطوره اتبنت دلوقتي في المتحف المفتوح. الباهو بتاع حطمس الرابع، في واحد اسمه منحطب الاول، ده اول واحد جه وبنى هنا في الاقصر اللي هو ابن احمس، ابن احمس الاول اللي هو كانوا اصلهم من الكعب جنب ايدفو او قبل ايدفو. طب الحطب دهوت اول واحد جه حط حاجات هنا هو في الكرنك دوله حديثه، كان باني بلون او بوابه الحجاره بتاعتها لقيناها ورسمتها وعملت له برضه ليها مكتبه. في حاجات كتير يعني في الطرهات عملت لها مكتبات جديده، المناطق هي ايه دلوقتي او كانت فين وهكذا. معبد الاقصر عملت له ماكيت في العصر الروماني كان شكله ايه؟ ماشي الكلام؟ تمام. في العصر الروماني كان زي قلعه، كان زي قلعه ليها باب، ليها باب قدام فندق قلنا اللي هي نازله لتحت دي، وليها باب جنب سلم ابو الحجاج، وليها باب اخر المعبد في الشارع كان ليها باب وتردم تاني، لانه كان بيوصلوا بيعملوا مواسير المجاري في اخر معبد بيوصل في الشارع هنا. فهوبا لقوا حجار، فجينا جاري انا والواحد اسمه جولفان لقينا فعلا في حجاره وفي بوابه رومانيه تاني، نزلت رسمتها والحجاره اللي عليها، وبعدين عشان ما غيروش مسار الشارع هم غيروا مسار المواسير بتاعت اللي كانوا هيركبوها بتاعت المجاري. بس ردمنا رمله وردمناها. لما كان اسمه ده هنا رئيس مجلس المدينه اللي هو دكتور سمير فرج الاثريين، وهو جاني الكرنك مره واتكلمت معاه في الموضوع ده لما شاف الماكيت بتاعي وكان بيبنوا في البتاع. فقلت له معبد الأقصر الكمالة بتاعته في الشارع الفلاني،
يا ريت نكمل يبقى المعجب كله شكله ايه كان موجود. انا في فهمته راح قبل ايه؟ راح شال السوق السياحي. عارفين شال ليه السوق السياحي؟ كان هرحل الشارع في مكانه. تمام؟ الشارع اللي هو اللي عند الميدان اللي داخل على البلد او داخل على الفندق هنا وبتاع ده. فكان هيبقى الشارع فيه والحته اللي هي اخر معبد نوصل في الشارع ديت هنقفل ونطلع البوابه الرابعه بتاعت المعبد. هو كان متحمس لها وحصل اللي حصل ده مشي مشروع ده واقف. ابني اللي كان ليه معرفه في بتاع دوت اليوم السابق راح ادالهم البيانات كلها ونشروها السنه اللي فاتت انه في كذا 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 ويا ريت وزير الاثار يعمل حاجه زي دي ممكن تشد السياحه شويه وبتاع الناس اللي يشوفوا وهكذا. اتصلوا بمكتب الوزير الاثار انه ما عرفش حاجه الموضوع. راح اتصلوا بمدير عام المنطقه هنا قال له لا ما فيش كلام ده رشيد بيتخيل حاجات. قالوا خلاص في نفس الوقت اللي بيقول له رشيد مش بيتخيل حاجات ده هم معلقين صورة من الخريطة اللي أنا عاملها المعبد الأقصر تحت عند قدام فندق أن اللي هي فيها الشغل اللي فيها الكلام ده فيها البوابة بيقول لك بيتخيل. طب ازاي أنا بتخيل الخريطة بتاعتي أنتوا حاطينها أنا تحت مدير معبد الأقصر مش عارف إيه اللي عنده. يعني للأسف اللي كان مدير معبد الأقصر ما عرفش إيه المعبد فيه. ده كان إمتى؟ السنة اللي فاتت بس مش عارف أو السنة دي أو بداية السنة دي بتاعت اليوم السابع بداية السنة دي سألوه قالوا وزعوها في اليوم السابع إنه سألنا فلان فلان قال ده رشيد بيتخيل حاجات مش موجودة وبتاع. شكرا. يعني نقدر نقول هو موضوع الماكيتات ده بدأ مع حضرتك من الكلية. الكلية؟ من الكلية. بس الماكيتات الأثرية زي يعني هي بداية من معبد الكرنك ده بقى قاعد في المعبد. أنا حتى الأجازات كنت بروح فيها الشغل والله الاجازات كنت بروح بيها في الشغل. وبعدين انتوا لما تعرفوا الفراعنه جدودكم ايه كان وايه كانوا بيعملوا وايه لغايه دلوقتي ها يعني هتتهوسوا بيهم زي ما مهووس بيهم. والعماره بتاعتهم كان شكلها ايه؟ المباني بتاعتهم شكلها ايه؟ الفن بتاعهم شكله ايه؟ ها؟ والله للاسف اللي انتوا بتتكلموا كلامهم لغايه دلوقتي. تعرف تتكلم فرعوني بس انا مش عارف. لا مش عارف. ها؟ اكيد مش عارف. الكلام اللي احنا بنتكلمه حاليا يعني؟ في. في بعض المصطلحات منها. حوالي 2000 كلمة فرعوني. زي. العيل لما يبتدي يمشي بيقولوا له ايه؟ بيحبي. لا بيقولوا له ايه؟ تاتا. تاتا؟ تاتا دي يعني يمشي. مصر القديمة. طيب بيقولوا له عايز ياكل اسمها ايه؟ هم. هم؟ هم. ايوه هم. هم. وفي ننه. ننه عشان ننه. ننه. لا ننه اكل برضه. برضه؟ ننه اكل. ننه اكل. بس هم ده الفعل بتاع الاكل. يقول لك فلان ده لا عارف لا كاني ولا ماني. الفرعوني كاني وماني اللي هو العسل والتين. اشهر حاجه كانت عند الفراعنه العسل والتين. واللي ما يعرفش العسل والتين ده يبقى فعلا ما يعرفش ولا حاجه. ترعة بالفراعة يعني نيل أو بحر أو مي. ترعة أنبوب فرعون. أنتوا منين أصلاً؟ فكرة البازار يعني جت لحضرتك من خلال بعد عملك بالآثار والمعبد فكان يعني خلقت جواك استهواء بالحاجات الأثرية ده ولا جت إزاي؟ طبعاً يعني كنت ألف في الشوارع وبتاع كنت اشوف حاجات فرعوني للاسف وحشه قوي. كان في البردي كان في التماثيل كان في اي حاجه من دهية. فحبيت اعمل انا حاجه مختلفه. حتى كنت بجيب برسم البردي هنا اهوت برسم بالزيت هنا اهوت الحامل لسه موجود من ساعه ما وقفت صدق. فكنت اشتغل هنا عايز اطلع حاجه حلوه. فالحمد لله كان الزبون هو بيجي ويدخل يشوفني بشتغل كان يحجز الشغل. في ناس كنت اعمل حاجات بالزيت ساعات كنت على صابون ولا حاجه
يكون لسه ما يشفش ما يقدرش ياكل. كان يحاسبني ويسيب لي عنوانه، بعد ما يشف كنت ابعتهولي. انا عامل بتاع 15 نسخه من توت عنخ امون في كل انحاء الدنيا، ليا في نسخه فيه زائد البرد ده. بعد المكت الكبير وشفت الناس مبسوطه منه وبتاع مش عارف، ابتديت اعمل حاجات على صغير اهو سد، وابتديت ادرسه للعيال في معهد ترميم الاثار زي ما بيقولوا. كنت اجيب لهم انا كنت بخليهم يعملوا رفع معماري طبعا من الاول، ينزلوا المعبد معايا يرفعوا يقيسوا وبعدين يعملوا الحته اللي هم ايه اسوها وانا معاهم طبعا. فدي برضو العيال كانت بتنبسط، الطلبه كانوا بيبصوا خالص لما بيعملوا حاجه زي كده وبايديهم وبتاع تطلع حلوه انا معاهم على طول يعني الدور. فمن هنا حكايه المكتات. هو للاسف هي المكتات الكبيره ديت ما فيش حد بياخدها او قليل ما حد ياخدها، بس هي ايه بتشد اللي هي بره دي، بس بتشد الناس. لو حاجه صغيره وخفيفه بياخدوها عشان بيخافوا من الوزن بتاع الطياره. فكل ما تكون حاجه خفيفه كل ما تكون حاجه احسن. الادوات اللي بتستخدمها في عمل الماكيتات يعني متاحه هنا ولا بتضطر تستورد من بره ولا؟ لا حاجات بسيطه، الادوات ولا الخامات؟ الخامات الخشب ده هو في مكتبه سمير وعلي، هو اللي بيجي شارع الشريف خشب بس. بس بقى الأدوات متاحة هنا، القطر اللي مقص منشار غير أبيض بتاع الحاجات ديت كلها عادية موجودة عندي. وأهم حاجة الرفع المعماري والرسم أكيد طبعا، السكاشن والبتاع ده أهم حاجة في المكتبات. والحمد لله ابتدت دلوقتي إيه في كلية آثار هنا في أسوان معهد الترميم هنا ابتدوا إيه يشتغلوا المكتبات. وبعدين المكتات المعمارية أنا بعملها ليه؟ ذوقهم كان في المباني أغلب اللي بنشوفه إحنا أغلبه متهدم، إنما لما يكون في مكت للمكان ده هو كامل هتعرفي الذوق بتاعهم. المصريين جدودنا كانوا إيه؟ بصراحة ده الشراع اللي هو هيتحط على المركب. تختار عادي اي قماش ولا لازم قماش معين؟ هو ده قريب من القديم اللون ده حتى. علشان اللون اه طيب. هو قريب من القديم. في حاجة هتثبته بيها؟ يعني لما يتشد من الناحية دي ومن الناحية دي؟ اه في هبال وبتاع مش عارفة تبقى مسكاوي. اه. الحاجات دي لسه.